اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، خلاها سمك النهارده. ولما نقول خلاها سمك النهارده سمع هس، هنعمل النهارده البايله من برشلونه او من مدريد. انا طبعا مدريدي عشان تبقوا عارفين، ورحت برشلونه ورحت مدريد ولفيت اسبانيا شبر شبر. هنعمل النهارده البايله على اصولها، ولكن طلعت نزلت هي هتاخد الطعم المصري لان اللي بيعملها بخفه دم مصريه. مكوناتها قشريات، اذا كان الجندوفلي بلح البحر، اذا كان كابوريا، اذا كان جمبري نوعين، جمبري سويسي لطيف جميل وجمبري لحم. معانا كمان سمك فيليه قشر بياض النهارده هنعمله بالليمون صوص. ولما نقول ليمون صوص او صوص الليمون دي مدرسه، لازم نعمل نسبه وتناسب ما بين عشق المستردة مع الليمون مع الزبده وبشره الليمون عشان يطلع معانا صوص لونه ذهبي كده لطيف وجميل. الحلو النهارده بيتكلم مصر، صينيه الجلاش بالتمر بتاع سينا. بنوجه تحيه كبيره للناس السنويين وشعب سينا وناس سينا الطيبين، والعريش من مزبيرو. هنعمل النهارده صينيه جلاش لطيفه جميله بالعسل والتمر، هتعجبكم ان شاء الله. تفاصيل كتيره في الحلقه، وفيها معلومه وغير معلومه، فيها خبره طهويه بنقدمها من مدريد وبرشلونه، اللي هي البايلا اللي هي هتاخد خفة الدم المصرية، ولكن هي طبعا أكلة جذورها أسبانيا. وهنعرف إيه قصة البايلة دي بالظبط وليه سموها بايلة. ما تيجي نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل صينية جلاش بالتمر السيناوي أو بالعجوة السيناوي. هنشوف نعمله مع بعض إزاي. مقاديره على الشاشة طبعا، أنا هبدأ فيه طبعا لأنه ده فيه شغل شوية، لأن معانا طبق تاني اللي هو السمك الفيليه المشوي بالليمون صوص أو بالليمون الصوص أو بصوص الليمون. المقادير معانا عجينة جلاش، معانا سمنة بلدي ده الطبيعي، ومعانا عسل وشوية قرفة وجنزبيل بودر وبشرة ليمون حلوة. وتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي واحنا شغالين مع بعض واحدة واحدة كده. حلوة. اهم حاجة الزبدة او السمنة، انا هستخدم طبعا سمنة بلدي في الطبق بتاعي، واحنا شغالين كده واحدة واحدة مع بعض. وملاحظين حاجة، ان انا طبعا لازم اغير الجلافز بتاعي او الجوانتات اللي انا بلبسها علشان الحلو بتاعي ما يكرفش سمك، وعندنا بايلا وعندنا سيفود وعندنا بصل وعندنا توم، وده الطبيعي لما تشتغل في المطبخ. بتقطعي بطيخ، بتقطعي شمام، بتقطعي فروت سلاط، بتعملي حلويات، تفصلي ده عن ده. ايه الاخبار؟ هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هاخد السمنه دي كده. اللي انت بتعمله ده يا شيف، انا على النار واقف، في التمر، في العجوة السيناوية الحلوة، أهل سينا الناس الطيبين، باخدها حاططها على النار كده مع مكعب زبدة وبسيحها شوية، بطريها يعني علشان أستخدمها مع الجلاش. ده الطبيعي وأنت واقفة في المطبخ، في حاجات كده لازم تطلع معاك. والكسرولة بتاعتي اللي هشتغل فيها، والجنزبيل والليمون والعسل والعجوة بتاعت سينا دي موجودة عند بتوع الخضار في أي سوبر ماركت، بتلاقيها كده قالب حلو مغلف لطيف وجميل. بحط لها شوية سمنة كده عشان أفكها شوية. تقيلة، بشرة ليمون على التمر، جربي جنزبيل، لازم تاخد طعم كده بتاعك انت. ونقلب ده كده مع بعضه عشان نكسر السكريات اللي موجوده في العجوه بالليمون والجنزبيل. يا مزاجك العالي يا مغازي. حلو قوي. ومعانا عجينه الجلاش في قلب الكيس، ما انصحكيش تكشفيها غير لما تيجي تشتغلي عشان ما تنشفش منك وتتكسر منك. نعم، حاضر، عايز اشوف البايلا. انت عينك رايحه على السي فود اللي في الفرن، معاك عيله القشريات كلها. حلو، معانا الجلاش، اللهم صل على النبي. دايما لما بتستخدمي جلاش او كنافه تكون مغطياها كويس
بالشكل ده كده اهو. بنجيب طبق بعيد عن البلانشة، وارد يكون فيها اثار بصل اثار ثوم، زي ما انا شغال كده اشتغلي، خليك على طبيعتك. ناخد رقائق من الجلاش نحطها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد شويه سمنه بلدي في قلب الصينيه كده. شفت الجو ده كده اهو، وكمان رقه من الجلاش. ملاحظه حاجه هنا، المكان اللي انا تنيت فيه عجينه الجلاش بعملها العكس، واتناها هنا كده عشان يبقى فيه نسبه وتناسب. ما تبقاش التانيه في ناحيه واحده. تاني المعلومه دي، انت بتستخدمي دلوقتي عجينه جلاش كبيره عن الصينيه، تعملي ايه؟ في الاول انا تنيتها من ناحيه اليمين، في الثانيه تنيتها من ناحيه الشمال، وهكذا اهو. بتحطي تقريبا خمس طبقات. نيجي هنا العكس اهو. الحاجات الصغيره دي بتفرق يا اخوانا في انتاج الاكله، او في ابداع الاكله، او في تقديم الاكله اهو. كمان طبقه اخيره. احنا قفلنا من هنا، نقفل من هنا، من على الشمال. شوية سمنة. تعمل ايه يا شيف؟ بسلة. انا خلصت خلص. ولا حاجة. هو ده شبه الشوكولاتة. حلو زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما انا شغال كده بتحط، بيسألوني بتحط المعلقة في السمنة ليه؟ علشان ما تمسكش في العجوة، تمسكش في التمر. واتحكم فيه كده، او يكون في نار هنا تحتها. خلي بالك، ناخد كده عجينه تانيه، سهل خالص على فكره. ننزل هنا كده، كمان رقه، حاجه سهله كده وحلو وبسيط، بيتكلم مصري طبعا وجذوره مصريه اهو. مش لازم بقى نجيب التمر الغالي والعجوه خالص، عندنا بتاعت الواحات بتاعت سينا بنصدرها للدنيا كلها. اشكرك. دي انا عايز اعملها كده. الام اخوانا ننام تحت رجليها. زي ما انا شغال كده واحده واحده بس خلاص. وناخد السمنه البلدي زي ما انا شغال كده. العسل. يعني انت عينك على العسل. يا عسل، العسل ده يا غالي اول ما تطلع صينيه الجلاش من الفرن وهي سخنه نشربها العسل، يجعل ايامنا عسل كلها. اعمل حاجه لطيفه كده بسكينه، والسكينه دي تكون ما قطعتيش بيها لا بصل ولا ثوم ولا استخدمتيها خالص ولا سمك. براحة خالص كده. بنحددها كده. اسمعي صوت السكينة وهي فين، بتدي صوت كده في أرضية الكسرولة. دي جاية معانا كده يا شباب، قولولي لو كده هحش ايدي. لا لا لا، زي البقلاوة، بقلاوة تتقطع قبل ما تخش النار. ربنا يكفيك شر النار يا فاروق. شفت التقطيع دي مهمة جدا. عشان السمنة تخش ما بين التقطيع وبعضه. نعكسها. ولازم سكينة مشرشرة. زي ما انا شغال كده. تقوم السمنة تنزل فين؟ قول لي انت بقى. العجينة بقى تخش تقرمش. نكون طلعنا البيلة. وندخلها مكان البيلة في الفرن، عشان دي عايزة لها تقريبا ما بين 20 دقيقة أو 15 دقيقة. العجينة تقرمش من تحت ومن فوق. اللي ياخد مكعب من ده هيدعيلي. سعرات حرارية موجودة، سكريات موجودة، التمر مش محتاجين نتكلم عنه. آخر حاجة لازم السكينه تكون معاكي مشرشره بتساعدك. شويه السمنه الباقيه عندنا بالشكل ده كده، واسويها بايدي كده اهو. باخد السمنه دي كده اسقطها على الوش. ممكن على فكره تعمليها وتخليها في التلاجة من بالليل
تخبزيها تاني يوم الصبح مش هتاخد وقت كبير منك. درجة حرارة الفرن كام مطلوبة يا شيف هنا؟ تقريبا 150، نفس درجة حرارة الفرن اللي موجودة دلوقتي. انا هخليها هنا لغاية لما اطلع البيلة من الفرن، ونرجع ونروح للي بعده. معانا سمك الفيليه مشوي بصوص الليمون. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ مستردة ليمون زبدة بيدونا صلصة لونها برونزي لطيفة وجميلة، ولكن النظافة مهمة جدا. المقادير على الشاشة وناخد بعضينا نطلع فاصل صغير نشوف المقادير يا فندم. حاضر. عايزين ايه يا شباب؟ قولوا لي بس. حاضر يا فندم. خلونا نشوف المقادير بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. ايه اخبار الجلاش؟ بص عليه وصلي على الحبيب، انا هسيبك تبص براحتك. حلو. مهم جدا هنا درجة الحرارة تكون قليلة جدا علشان الجلاش بتاعي يتحمر من فوق ومن تحت. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ نقفل الفرن بتاعنا بعد ما نغير اماكن اللوكيشن بتاع الصينية بالشكل ده كده، ده الطبيعي. يلا مع السلامة. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ سينا والواحات وشعب سينا الطيب الابطال، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ انزل بالعسل. دي طبعا الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه، مضادات حيويه، مضادات اكسده، العجوه، العسل، الجلاش والقرمشه بتاعته. الف هنا وشفا. مطبخنا بساطه، سهوله، مرونة، حب. مفاتيح السعادة الزوجية في جيبك، مش هتدوري عليها، بين ايديكي. حبك للمطبخ بيجعل من طبعا في علاقة أسرية قوية، في حب أسري، لأنك بتخش المطبخ بتعملي حاجة حلوة وبتعمليها بحب. عملنا البايلة من أسبانيا، ولكن بخفة دم مصرية بتتكلم مصري. عملنا كمان شوية بيكاتا او السمك المشوي بالزبده والليمون. الطبق الجرنشه بتاعته مهمه جدا بالشكل ده كده. وعملنا صينيه جلاش من التمر بتاع سينا والواحات اللي بنوجه لهم تحيه كبيره من مازبيرو. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو.